في بلدة ويلو كريك الهادئة يوجد منزل مهجور يكتنفه الغموض والأساطير المحلية. لقد طاردت همسات الأرواح المضطربة والأنشطة الخارقة المنزل لعقود من الزمن، مما أكسبه اللقب المشؤوم البيت المسكون في شارع مابل. مجموعة من المراهقين الباحثين عن الإثارة يغذيهم مزيج من الفضول والشجاعة يقررون قضاء ليلة في المنزل الذي يفترض أنه مسكون، مسلحين بالمصابيح الكهربائية وكاميرات الفيديو وجرعة صحية من الشك. يغامرون بالظلام حريصين على إثبات وجود ما هو خارق للطبيعة. مع تقدم الليل تبدأ الأحداث الغريبة في الظهور، تتردد أصداء غير مفسرة في القاعات الفارغة، وتومض الظلال في الظلام، ويتسلل شعور بعدم الارتياح إلى المجموعة. يحاول المراهقون تبرير الأحداث، لكن مع حلول الظلام تبدأ شكوكهم في التلاشي، وفجأة ظهر أمامهم شبح مخيف. يتجسد شكل شبحي من الظلال وتتوهج عيناه بضوء غريب. يصرخ المراهقون في رعب ويهربون من المنزل في حالة ذعر. في اليوم التالي شاركوا تجربتهم المرعبة مع المدينة، لكن ادعاءاتهم قوبلت بالكفر. يرفض البعض قصتهم باعتبارها خدعة، بينما يعزو البعض الآخر الأحداث إلى خيالهم المفرط. ومع ذلك فإن المراهقين يعرفون ما رأوه. لقد ترك المنزل المسكون في شارع مابل علامة لا تمحى عليهم، ولن ينسوا أبداً الليلة التي واجهوا فيها المجهول.